بس اتكلم مع حضراتكم في نقطه تانية، وهي نقطه مهمه، ودي الحقيقه تاج على رؤوسنا جميعا في قناه النادي الاهلي. ناس كتيره جدا شكرتنا، وناس كتيره جدا هنت كل المسؤولين في قناه النادي الاهلي على اللي اتعمل في مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك. احنا الحقيقه كان ينقص فقط ان احنا نفوز في هذه المباراه، ولكن هنتكلم عنها بشكل كبير كمان شويه. لكن التصوير الحمد لله الامور جيده، كل حاجه الحقيقه كانت من خلال قناه النادي الاهلي، والكل الحقيقه شكرنا. يعني انا سمعت فيديو للاستاذ عبد الناصر زيدان، الحقيقه انا بشكره جدا على الكلام المحترم اللي قاله في حق اداره القناه واداره استادات. عاملين شغل كبير جدا 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 علشان خاطر جمهور النادي الاهلي يتبسط ويعرف ان قناته هي في ظهر ناديه في كل شيء في كل شيء. فانا الحقيقه بشكركم جدا جدا على كل اللي حصل خلال بعد يوم الجمعه. الحمد لله استوديو تحليلي الناس كلها اتكلمت عنه، كان عندنا نجوم كبار وعظام موجودين في الاستوديو التحليلي، كابتن احمد بلال، كابتن ياسر لبيب، كابتن حسام غريب. كابتن حسام غريب نجم نادي الزمالك كان موجود هنا في الاستوديو التحليلي لهذه المباراه. ايضا كان الكابتن محمد الالفي صانع النجوم مع كابتن خالد العوضي اللي قدم هذه المباراه. الحقيقه كان يوم حلو جدا، لا ينقصه فقط الا فوز النادي الاهلي، ولكن الحمد لله عندنا فريق جيد جدا، عندنا فريق صاعد ورائع، مجموعه من اللاعبين صغيرين في السن هم ليهم المستقبل خلال الفتره اللي جايه، ولكن عندنا اخطاء، عندنا اخطاء من الاداره الفنيه، عندنا اخطاء من بعض اللاعبين. كل الامور دي هتتحل خلال الفتره اللي جايه، وصدقوني دايما مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن الكوره في المسؤولين عن الهاندبول في او كل الالعاب في اداره النادي الاهلي او في اداره النشاط الرياضي عارفين كويس جدا ايه هي الاخطاء، ووضعين ايديهم على هذه الاخطاء، كل حاجه هتتظبط خلال الفتره اللي جايه. ولكن يجب ان يفتخر جمهور النادي الاهلي بان هو عنده مجموعه جيده من اللاعبين الصاعدين اللي هيبقى ليهم مستقبل خلال الفتره اللي جايه. وانا اهو وحضراتكم اهو هتشوف الفتره اللي جايه فريق كره اليد في النادي الاهلي مجموعه رائعه من اللاعبين ينقصهم شويه خبرات ان شاء الله تتظبط خلال الايام القادمه، ويكون هذا الفريق هو مستقبل واعد للنادي الاهلي والمصر، أو لمصر الأول قبل النادي الأهلي، لأن كل هؤلاء اللاعبين حضراتكم هتشوفوهم في منتخب مصر خلال الفترة الجاية. أنا عارف كلنا زعلانين، كلنا متضايقين، يوميها أنا شخصياً ضغطي عالي، يعني لأن آخر مباراة كانت صعبة قوي، مباراة السوبر الإفريقي في اللحظات الأخيرة. ولكن في النهاية لما بعد بقى ما الزعل راح شوية واتكلمنا شوية، عرفت إن إحنا عندنا فريق صاعد. لما تقعد تتفرج على المباراة بشكل جيد هتعرف إن اللاعبين اللي عندنا بعض الأخطاء الواضحة الحقيقة في المباريات، دايما آخر خمس دقايق أو سبع دقايق بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. أعتقد إن ده هيتحل خلال الفترة القادمة، لأن يعني عارفين كويس جدا الإدارة اللي عندنا، عارفة كويس جدا الإدارة الفنية اللي عندنا، عارفة كويس جدا إيه هي الأخطاء، وهتحاول إن هي تصلحها خلال الفترة القادمة.